قيمت الاولاد وعشيتهم، وبعدين اجيت اكوى جنبهم. كان الاولاد صارفين لبرا وانا بنام لجوا، وفي نفس الوقت سمعت زي مع الساعه 12 ونص واحدة زي دبه خفيفه، لكن كل دبه يعني اسمها ايش تراكم فوقيك زي رمل، اشي تقيل كان يتراكم فوقي. كل دبه كان اشي يتراكم اكثر 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 لحديد ما بدي اوصف لك يعني كيف كانت. ما كنتش الرمل يعني مش حاسس جسمي يتحرك، مش قادر اشوف اولادي عايشين ميتين اطمن عليهم، وضليت ايدي بس اللي حاسس فيها اللي تتحرك. وصرت ادعي لربنا واقرا قران انه ربنا يعني استودعت اولادي وهم في امانته بعد ابوهم، وإذا متنا نموت كلنا، وإذا عشنا نعيشنا كلنا، وظلت نقرأ قرآن لحديث ربنا ما رحمنا برحمة. ظليتني في إيدي أحفر 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 لحديث ما طلعت كفة إيدي برا. والحمد لله لما صرت سمعت صوت حد يمشي وبخبط صرت أحرك في حالي، لكن أنا بحرك في حالي لكن هم مش سامعين طبعا. صرت أنادي واستنجد حد يطلعنا، وفي آخر إشي شافوا كفة إيدي والحمد لله. أجوا لما شافوا كفة إيدي قالوا في حدا هان. ما كنتش خايفة، بس كنت خايفة على أولادي، وكنت نفسي أشوفهم قدام عيني حيين كويسين الحمد لله، والحمد لله شفتهم.